شو أجمل أغاني برأيك الأستاذ وليد؟ أنا برأيي كل الأغاني كثير حلوة للفنان وليد، وأنا كثير مبسوطة أني موجودة معكم اليوم. ونحن مبسوطين أنه أنت موجودة معنا اليوم. بدك تلحن لنا شيء؟ أول مشروع إن شاء الله براسي أعمله معها أنا، أني حام غنية بين البي وبنته. حلو حلو حلو، بس نطلع تكبر شوي بعد شوي، يعني قربت هلا. انه بيسالها بتحبي يا بي انت؟ ايه خبريه اذا بتحبي او لا. ايه فبتقول له انت ما جربت الحب، ما صار معك هيك. طيب بس ما بعمره بحبه. ايه بحبه. ايه هلا خلص، هلا صار فيها يعني. كلمات هي الشاعر نادين اسعد والحاني.